السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير عليكم اخوتي اخوتتي، اهلي في قناة قريقبات. انا فرحانة بزاف ان عندي متتبعين قدر ما يكونوا غير جوج غير ثلاثة غير عشرة غير الف، ماشي مشكل. المهم انني عندي صحاب وعندي حباب وكيتسناو انني نحط لهم واحد الموضوع نناقشوه ونفهموه ونعرفوا الخبايا ديالو ونعرفوا حتى بعض الحقوق اللي على هذيك القناة من ناحية الإنسانية ومن ناحية العملية ومن ناحية المحتوى ديالها. اليوم جينا نتكلموا على واحد الموضوع ما بغيتش نتكلم عليه بزاف، كيف ما كتعرفوا في القناة ديالي كناخد واحد الوقت على ما كندرس الموضوع وكنشوف وكنسمع وكنجمع بعض المعلومات اللي كتكون فيها المصداقية باش نحط الأشياء على يعني مستوى رفيع. اليوم جينا نشوفوا القناة ديال هذاك السيد اللي تيقولوا ليه قلوش، بغينا نعرفوا هذا الاسم شنو المعنى ديالو. قلوش كنا وحنا صغار كنسمعوها لواحد الانسان اللي لا اهتمام له، يعني فين ما حطيتيه دير بحال قلوشه تعمر فيه شنو بغيتي وتخويه الا بغيتي، يعني انسان فارغ لا محتوى له. كيفاش جيتي في وقت اليوتيوب ودرتي محتوى وهذا المحتوى درتيه على ظهر الانسانيه، على ظهر المراه الشريفه اللي كانت عندك، اللي هي المراه امك واختك وجداتك وخالتك وعمتك وبنات العائله، وزيد عليها مرتك والبنات ديالك، البنات ديالك اللي انت عندك الناس كتفتخر اذا ولدت وتولد البنات والولاد، واكثر شيء كتكون الفرحه كتعم البيت الى جات البنت للدار. انت عندك جوج فرحات وعندك ثلاثه الفرحات بما فيهم المراه المرحومه الله يرحمها سعاد، كانت نعمه المراه، كانت كتستر عليك، والدليل هو ان عمرها ما خرجت وكان سهل عليها تمشي لعند اي حد تتصل فيه تقول لي بغيت ندير قناه وتكذب الكلام اللي انت كتقوله انه ممجوش. انت واحد السيد فاسد كتجلس في الجماعه وكتخون، انت خنتي الجماعه اللي كنتو فيها، جلس مع الرجال وعينك على العيالات، ضد في المراه لان المراه ما عطاتكش داكشي اللي بغيتي دير من تصلقيت، وخارج كتقول بعد ما درتيها في التراب ان هاد السيده راها كانت العيشه معها حاره، كنتي مكرفص كتعير ليه في والديها. اللي كيكون مكرفص كيتجوز الشهر الاول الى كتر 3 شهور وكيقول للسيده بسلامه، ماشي كيجلس حتى كينبس جوج ديال البنات، وفي الاخر ملي كيكون القدر وباقي ما عرفناش وكل شيء واضح هاد السيده كتموت باش كتخلي لك الطريق فسيح، كتنوض تقول هاد السيده كنت عايش معاها واحد العيشه ماشي هي هذيك. هادو هما الرجال اللي بحالك اللي عندهم الصماطه في السراول، كيقولوا ملي كيبغيو يبدلوا المراه، وللاسف ان المراه كتكون دائما المراه اللي كترجع لها مره اخرى كتكون المراه والنعم من الاخلاق ومن التربيه ومن كل شيء. هذا ماشي لان كاع العيالات اللي ما مجوجينش عليهم رجالهم او مصاحبين عليهم او فاسدين عليهم انهم راه ماشي عيالات، لا هو الحظ اللي كيلعب. ولكن احنا كنقولوا هنا ان الاغلبيه ديال العيالات اللي كيكونوا بمرتبه راجل كيغير منها الراجل، هنا كتكون واخده راجل انه هذا الراجل ماشي كيعترف بالكفاءه ديال المراه، تتكون المراه مدبره كيجيب لها شويه كدير منه بزاف، كتكون هاد المراه صبوره، كتكون هاد المراه كتحارب الفقر مع الراجل ديالها، ولكن للاسف ما كيديرش بيه، كيبغي المراه اللي تكون ضعيفه منه، كيحس بها ولو انها كتبان قدام الناس انها قويه لكن هو كيلتمس فيها الضعف، ويقدر تكون كاع هاد المراه قويه ولكن كيعرف يسيطر عليها، عند العاطفه هشه. منهم انت اقلوش، قلوش اللي ما عندكش شخصيه وقبلتي على راسك هذا الاسم وبدلتي الاسم اللي الله سبحانه وتعالى بعد ما جيتي للدنيا كتب عليك اسم اخر
ما رضيتيش بيه، انت على الحاجه المزيانه ما كترضاش بها، كترضاش بالبنات، كتقول ما بغيتش نخرجهم الاعلام. كيفاش ما تخرجهمش الاعلام وانت كتخرجهم الوقت اللي بغيتي؟ الا بغيتي تسعى بيهم، الا بغيتي تطلب بيهم، الا بغيتي تقول راني بغيت نتزوج، كتكونوا ديك الساعات عندك البنات، كتصارح بيهم الناس اللي هما معاك في الدائره، وكاينين الناس اللي كتخاف منهم يكونوا هما اللي غادي يفضحوك، كتستر عليهم الحياه الخاصه ديالك، مع العلم انها عادي. شحال من واحد نتوما مجموعين عنده بنت، عنده ولد، عنده زوجه، تيقول انا مزوج لان اخر نهار كيمشي لدارو. وشحال من راجل حسن منك تيكون مجوج وعنده المرأة في الدار قهراه، ورغم ذلك كيمشي وكيدير بوجه الحياة الزوجية وكيدير بوجه الوليدات، وتيقول الحياة غادي تتغير وتتستمر وتصدق ليه المرأة في الأخر. ربما تكون طايشة، ربما يكون عندها بزاف ديال الأسباب، ربما تكون مريضة نفسية، ربما تكون الحالة اللي عشت فيها هي في دارهم ماشي هي الحالة اللي غادي تكون فيها وما بغاش تقبلها، ورغم ذلك كيمشي مع المرأة ديالو بشوية وبالتي هي أحسن. هادو هما الرجال اللي كيساندو عيالاتهم وكيساندو ولادهم، اللي في الأخير كيكسبو وليداتهم، وكتكون عندهم واحد الحياة الزوجية ناجحة، وكينجحوهم لأن هذا هو الدور ديال الراجل. ماشي يقول المرأة عشت معاها حياة ما كنتوش، علاش غنعرفو حنا؟ علاش غنعرفو؟ علاش ما تكلمتيش ملي كانت حالة عينيها وكانت تقدر تدافع؟ علاش ما تكلمتيش ومشيتي وشكيتي ومشيتي لدار القاضي وطلقتيها؟ ولا انت قلتي خليني نعطيها الموت البارد بالدم البارد؟ حتى امرأة ولو تكون ما كتبغيش الراجل ديالها، وهنا ظاهر ان المرحومة سعاد كانت كتبغيك، هذاك علاش كانت كتفقس، ربما انت كنتي كتغويها، والدليل انك انت كتبغيها ولكن باغي شي حاجة اكثر، باغي شي حاجة ديال هاد العصر هذا، وانك انت ما طلقتيهاش، خليتيها كتستعمل فيها بحال الخدامه، كتخرجها تطلب، كتخرجها تسعى، كتخرجها تبهدلها وهي ما كترضاش. والمشكله اللي ما كنتيش كتعرف انت انها كانت كتعاود لاختها كل شيء، كتعاود لدارهم ولاختها كل شيء، هي الصندوق الاسود ديال اللي عند اختها، لكن انت من هذاك الشيء كله ما كيهمكش، كتعرف غير تجلس مع الجماعه وتصيد شي صيدة منهم وتطلع، هانت هنا هانت هنا هانت هنا، بالشهر بالأسبوع ما عندك غراض ياكلو ما ياكلوش، كتعرف انها غادي تدبر حالها، تخرج تسعى وتديها امك تسعى. على باش جاتك انت هي اش من صورة الله، الله يسمح ليا، كيفاش عاجبك راسك وكتقول لني انا شي حاجة واو، واخد ملكة جمال؟ شو ملكة جمال؟ شو ملكة جمال اللي ما تعرفش انت؟ ويا جاهل، يا اش غنقول لك، يا الناموس، الناموس ديال الواد الحار. ان ملكه الجمال ما كيتقاسوش بالجمال، مع العلم ان استسمح ان ما عندها جمال، كيتقاسوا بجمال الروح، بجمال الرحمه، بجمال العطاء. كتكون عندهم واحد النفس ديالهم لداخل، ما كيعيشوش لنفسهم، كيعيشوا للناس، هذاك الشيء باش كيتقاسوا، كيتقاسوا بهذا الشيء، وكيخليو الجمال كيكون هذاك غير سطحي. لكن للاسف الناس رجال بحالك جاوا لهاد اليوتيوب ودخلوا ليه وما عرفوش القواعد ديالو، كيشوفوا غير في الفلوس والمجموعه والادسنس، وامتى غادي يطلع وامتى غادي يهب. درتي في بالك انك جميل الجملاء، انك راجل ما كاينش حتى واحد قدك، غير انت بوحدك في الدنيا، غير انت ولا تموت. وفعلا درستي الموضوع وبقيتي غادي مع الموضوع شويه شويه، وكتعطيها تدريجيا، راه فراسك كل شيء. ومنين كاع شفتيها توفات ما جيتيش للدار وما حضرتيش وهملتيها، وكان عندك موعد وخلصتيه، ما عندكش حتى مشكل، حتى من والديك معاونينك، ما قاموش بالواجب على اكمل وجه، هزوك نزوها داوها للسبيطار او داروا لها اسعافات اوليه
او سارعوا بها او دوها الكلينيك. فرضا دوها السبيطار وردوها، وحنا كنعرفوا ان المستشفيات في المغرب مشكله كبيره، كان عليكم تديوها الكلينيك لان ما شاء الله عليك راك تربح، ولكن الارباح اللي كانت اللي كاينه قدامك ما قدرتيش تخليها وتمشي تعتقها هي، لان هي ما خدمهاش في اليوتيوب. نراهنك انه لو هاد السيده خرجات وكانت قويه الشخصيه ودارت يوتيوب بدات كتربح منه شويه وتضامنوا معها الناس، كنتي غادي ترجع وغادي تقول انا عندي مرا وعندي ولاد وصالحه وديرها وفعلها، هادو هما الرجال بحالك. لكن الرجال اللي هما احسن منك ما كيديروش هكا، ما كيطمعوش في المراه. انت طمعتي في المراه مع العلم ان هي جميله جدا، جميله قلبا وقالبا وروحا. اللي كيعرف سعاد الله يرحمها ما كيقدرش يقول عليها شي حاجه غير الله يرحمها ويوسع عليها ويجعل لها الحسنات ويخلف لها ربي كل ما ضاع لها في الدنيا في الاخره. وفعلا غادي يخلف لها ربي كل شيء ويبين الحق. هذيك السيده اللي قبلت تمشي تشطح وتردح بعد شهرين او ثلاث شهور ديال الممات ديال السيده اللي كانت حلالك، وبعد الحرام اللي كان دايز بيناتكم كنتوا تصبروا غير واحد 6 شهور لو كانت بنت الناس، ما بقاش عندكم واحد العائق، ما بقاش عندكم واحد المانع، يعني بيناتكم الحرام تقدروا تستمروا فيه. يعني استسمح على هذا الكلام، يعني بين قوسين بيناتكم المجال تقدروا تسناو حتى تبرد هاد الجثة ديال هاد السيدة، بقى سخونة. تزوجتوا وفرحتوا وخططوا لك البنات انه غادي تخططوا نتوما ما بيناتكم وتكرسوا الوقت ديالها. هي كتقول انا غنكرس الوقت ديالي لهاد البنات باش نبني لهم واحد العائلة سعيدة. كيفاش عطيتي لنفسك انك غادي تعيشي حياة سعيدة وكتطلعي وكتظهري انك سعيدة وان ما كيهمك حتى شي حاجة، وانت داخلة على مأساة وداخلة على بيت خربتيه وداخلة على بيت كنتي كتدخلي ليه وانتي في الحرم مع صاحب البيت، وداخلة على بيت كانت الام ديال البنات اللي انتي باغا ديريهم كأم ليهم كتشوفك كتدخلي باغا تشدي ليهم بلاصتهم، واخا تكون ما كتحملوش. ممكنش اي مرأة تقبل على راسها تجيها شي مرأة وتدخل عليها وتبغى تشد بلاصتها. يا قلنا القدر كيف ما كتقولوا نتوما وانتي وياه، ان القدر صار اللي صار، وهي كانت مريضه اصلا وكانت كتشكى من بزاف د الحوايج. كنتو تصبروا ثم ما صبرتوش حتى ملي ماتت، وما صبرتوش حتى ملي كانت حيه. كتصيفطوا لها الميساجات وتصيفطوا ليها الاشياء اللي كتفقسها. الفقسه حتى هي راه كتقتل، ولكن الفقسه زائد شي حاجه اخرى راه حتى هي كتقتل. ما حشمتوش وما خفتوش من الله، وانتي خصوصا انتي على الرجال تقادوا. ياك انتي كتقولي جميله الجميلات، اش متيش تقلبي لك على شي واحد خاوي؟ الف واحد يتمنى بنت عندها قناه وعندها بيت وعرفت تجيري راسها وعارفه كيفاش تمشي الحياه. علاش بالضبط مشيتي مع هذاك؟ علاش؟ هذا هو السؤال. علاش لا لشيء انه بدا تيشكي عليك وتيقول لك ان المراه معيش معاه عيشه مزيانه والحياه ديالو ضاعت ولدات ليه جوج بنات وضيقت عليه الوقت وما كيعرفش دابا كيفاش يعيش، وبغى يعيش حياه يعوضها وماشي مشكل يطلقها ويتزوجك انت، وانت بديتي كتعطفي عليه وبديتي كتحني عليه وبديتي كتشوفيه، وانتي وياه درتو يد في يد باش تنتقموا باش هذيك السيده تخوي ماشي غير الدار، تخوي البلاد، تخوي العالم، تخوي الدنيا كلها. ونجحتو طبعا، كان التخطيط ديالكم ماشي مزيان ونجحتو وعرفتو كيفاش تغطيو الامور، لان عندكم ناس اللي عرفوا يوقفوا هذاك الشيء. وزايدينها كتهددوا في الوالدين ديال المرحومه، ما حيلتهم انهم محرومين من بنتهم وشافوا ان ديك الوفاه ديالها غير طبيعيه، ما حيلتهم انكم نتوما كتمشيو كتهددوا وكتضربوا فوق الطاوله وكتقولوا ما غتصوروا والو، راه الملف تسد، راه المراه ماتت موته طبيعيه. هاد الموته ديال 36 سنه ما غادي تدخل على حتى شي واحد بدون مرض،
لو كانت في المستشفى مريضة او لا. ايه ماشي يدخل المستشفى في نهار وليلة او لا في الصباح وفي العشية ولا النهار تاني وراه صافي ماتت، هذا راه دليل على انها عندها ورقة من المستشفى وكانت في المستشفى وجات وماتت. شنو اللي قتلها؟ الفقصة. هي الفقصة كتطول كتضعف، لكن ما كتجيبش في دقة واحدة، كتطول مع العلم انها هي طولات، ولكن داك الطوال اللي طولات زدتو فيه نتوما، بديتو كتكسيرو بزاف، ما حشمتوش واستعنتو راكم عارفين باش استعنتو. اللي خارج كتقول في والديها بدل ما تمشي تعزيهم وتقول لهم سمحوا لينا وانا ما عرفتش شنو طرا ودابا عرفت قيمتها، وانت ماشي عندك الدراري ديال 4 سنين ولا عامين ولا 9 شهور، رجال شدوا وليدات عندهم يعني العمر ديالهم صغير بزاف وما داروش هاد الحاله اللي درتي انت. يعني بامكانك انك تصبر حتى يدور العام، شي مشكل، اكراما للعائله لان بنت خالتك، واكراما لوالديها، واكراما لنفسك، واكراما لدوك البنات، عطا الله بزاف، واكراما لرب العالمين. اول حاجه جالسه تقول لهم هادوك الزرقين، انت شنو شفتي راسك؟ شمعه كتقشقش، ماشي شمعه كتقشقش، انت صورة الله وهما صورة الله، بالعكس هما احسن منك. هما زادوا الناس عطفوا عليهم وحبوهم بزاف بزاف لان مظلومين ومألومين ومفقوسين، زادوا الناس حبوهم وبانت فيهم البراءة وتعاطفوا معهم على الاقل، وهما من عائلتك وما احترمتيهمش، وهذا دليل على انك انت بغيتي تسكتهم باي طريقه، بالسبان بالغواس، حيت مجرب فيهم هذا الشيء، حيت مولف فيهم هذا الشيء، ولكن هما ربي قواهم وقواهم بواحد القنوات اللي هي قويه، والقوي هو الله اللي غادي يساعدهم ان شاء الله، وبالمحاميه اللي غادي تشد الخيط من الراس ديالو باش تعرف ان الله حق. هاد السيده سعاد دارت شي حاجه في حياتها زوينه غير الصبر، لان الانسان ملي كيصبر ربي كيجازيه، حتى ربي لقاها مع هاد القنوات ومع هاد الناس اللي هما من اصحاب الحقوق اللي غادي يوقفوا ليها في هاد القضيه ديالها. هي غترتاح وحنا فوق الارض غنرتاحوا. صحيح ان احنا ما كنعرفوهاش، وانما القصه ديالها قصه اي امراه، اي امراه على وجه الارض مظلومه وساكته خصها تخرج، خصها تحكي، خصها تعاود شنو عندها. الا ما قدرتيش تعاودي لعائلتك وخفتي من المشاكل، على الاقل خدي شي وحده جارتك او صاحبتك عاودي ليها، او لا كنتي كتكتبي ديري كتاب وخبيه ووصي الناس قول لهم عندي شي حاجه اللي ممكن الا مت او طرات لي شي حاجه هزوها، ها هي انا فين حاطاها، حتى الممات. هادو الناس اجانب كيديروا هاد الشيء، ما قدرتيش تعاودي لشي حد وعرفتي ان ما عندك حتى شي حد غير الله. طبعا كتبي الا كنتي كتعرفي تقراي، او على الاقل حتى لعدوك عاودي ليه شنو صاري بك، ربما داك العدو يحن فيك وما يحنش فيك الراجل. عمر شي مرة يكون عندها راجل طاغي او يكون عندها شي مشكل ما تسكت وتقول لا، راه السكوت هو اللي كيدير الهلاك، وهو اللي كيدير القبر بلا وقت، هو اللي كيحطم المرأة، هو اللي يخليها دابلة، هو اللي كيخلي الأمور كتمشي من تحت لتحت. ملي كتوقع الفاس في الراس كيبقاو الناس يقولوا كيفاش هادشي، وشكون اللي عرف، وكانت ساكتة، وكان هو داير، وكان فاعل. لأن غرفة النوم ملي كتسد على جوج ديال الناس اللي هو مرا وراجلها، راه كيتسد السر الكبير ديال الدار لداخل بأي نوع من الأنواع. ما فيها بس إلا كان واحد السر من الأسرار اللي هو لازم يكون يخرج، لأنه كيضر المرأة بالخصوص، لأن الرجل ما عمرو كيضره، إلا كان شي مشكل ما عمرو كيضره، وحتى الرجل بعض المرات كيطيح في المرأة اللي كتضره وما كيقدرش يهضر، تيكون طيب وتيكون ولد الناس. ما فيها بس الإنسان يعاود ويحكي ويخلي علامة بان هاد السيده او هاد السيده راه مظلومين، ما فيه حتى شي باس. علاش ما نخرجوش هذاك السر اللي كيكون داخل البيت، او بالاحرى داخل غرفه النوم، وهذاك السر مضرور فيه واحد الشخص من الشخصين، الرجل يعاود لاختو، يعاود لامو، يعاود ولا خاف على الوالدين ديالو ناس كبار يعاود لاختو، الاخت
كتكون السر ديال الاخ ديالها، او المرة تعاود لاختها بحال كيف دارت المرحومة، ما فيها حتى شي باس. الا انت خرجتي كتسب فيهم وكتعير فيهم وكتعير حتى في خالتك اللي في مثابة امك وراجلها، وتتقول لهم زرقين وجهكم، ورا وجهك زرق منهم، هما على الاقل الا زرق لهم وجههم بالخلع وبالفقصة وبالحرمان ديال بنتهم اللي ما عرفوهاش باش ماتت. اللي بغاو يعرفوا ويبحثوا من حقهم، ما عندكش الحق باش تحبسهم. اما انت الا زرق لك وجهك راه باين بانك انت مخلوع وعارف اش داير، لا انت ولا اللي معاك ولا اللي حداك ولا اللي جارك. دابا المشكله اللي انت غادي فيها هو كيف ظلمتي هذيك المراه ماتت، شديتي دوك البنات وكتباها قدام الناس انك انت غادي تعيشهم واحد العيشه. علاش هذوك البنات ما كانوش عايشين مع امهم؟ هذوك البنات راه تحرموا من الحنان ديال امهم، ولو تجيب لهم 10 ديال العيالات تحطهم لهم في الدار يخدموهم الصباح وبالعشيه، راه ما غاديش يعوضوا لهم ديك البسمه وديك المشط ديال الشعر وديك الحنان وديك الفياق وديك الغسيل. لاي واحد فينا ملي كيغسل كيتمنى ان امه تغسل ليه من هو صغير، ما بالك هما باقين صغار، باقين متفكرين هذيك الاشياء، باقين متفكرين يعني عندهم قريبه. وكتقول غادي نعوضهم، باش غتعوضهم؟ بغيت نعرف انا باش غتعوضهم؟ غتجيب لهم مرة اللي خرجت على امهم؟ عمر مرة اللي كتدخل على مرة كتعوض الام. وبنات ما خفتيش من الله، واحد النهار هذوك البنات منين يكبروا يوليو معقدين، لان جزء من الاسرار ديالك انت وامهم كيعرفوهم هذوك البنات. اقل حاجه فيهم انك ما كتكونش في الدار ديما، ربما ما يعرفوش بزاف الحوايج ولكن يعرفوا بان انت راه ما كتكونش في الدار بزاف. اولا منين تقول لها هزي ديك الحاجه من تما حيديها، او يخطفوا او تضرب عليها بالباب. اغلبيه الرجال كيديروا هكا، يخطفوا كيعرف غير الباب، كيحلو كيسدو كيمشي يجري. ونهار اللي كترشق لك وكتبغي تجي تفقسها عاد كتبان لك الدار. واش غادي نقول لك؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك، الله يجعل القضاء يبين الحق. وهاد لادئين اللي انت كتخرج سبحان الله العظيم كتقول شي حويج كتصرح بهم نفسك، ان لدين عندي، عفوا ماشي لدين، ان التشريح عندي. التشريح هذا اللي كتقول انا راه هو عندي، منين زيروك عليه الناس قلت يا حقه ما حقه. لا ماشي تشريح، انا قلت غير عطوني الرخصه باش ندفن. لا، اللي ما كتعرفش ان كان الشكوك عند الطبيب قبل ما تكون عند الوالدين، ومنين الوالدين مشاو راجعوا نفسهم قالوا لهم رجعوا عند الطبيب، منين رجعوا عند الطبيب قال لهم انا قبل ما تموت هزيت عينات وكنتسنى الناس اللي غادي يجيو يطالبوا بالحق ديالهم، لان انا ما عندي حق وحتى واحد ما عنده حق الا والديها في الدرجه الاولى او لخوتها اللي غادي يطالبوا بالتشريح ديال الجثه. وباش ما نهزوش الجثه نخرجوها هزيت كلشي جهزوه باش نشوفوا شنو اللي واقع. ايوا هادي ما فهمتيهاش حتى هي. ودوك الناس اللي كيتضامنوا معاك واش ما عندهمش خواتات، واش ما عندهمش عائله، واش ما عندهمش اسر، واش هما ماشي عيالات ماشي رجاله، ما كيخافوش الله من الدرجه الاولى، راه قلالين خوف الله هما اللي كيديروا هاد المصايب. وكيشوفوا الدنيا ساهله وتيقول لك صافي انا درت قناه عندي نفوذ. حسبتي راسك وزير دابا؟ حسبتي راسك وزير الصحه؟ وحسبتي راسك واحد السيد اللي ما يقدر حتى حد يهضر معاك؟ غادي يشوفوا قلوش قلوش الاسم، وغادي يقولوا لك سمعا وطاعة. واخا تكون شنو ما كنتي، هادي بلاد القانون. ولو انك كتستهن بها وكتقول ما كاينش القانون، واثقه ان ما كاينش القانون، لان بزاف ديال الحوايج درتيهم وفلتي منهم، ولكن ربك كبير هو اللي غادي يسوقك لهاد الفعله هادي، وغادي يبينك على حقيقتك انت واللي معاك. الى الحين ما كنتهموكش انك انت اللي قاتل، لا الى الحين ما تنقولوش انك انت اللي قاتل، وانما كاينه شكوك عليك. وكنتمناو انك ما تكونش عندك ايد في هذا الشيء، على الاقل باش يكونوا هاد البنات منين يكبروا
يعرفوا انك انت كنتي ظالم وتظلمتي واحد النهار، لان ربي خدا لهم حقهم لمهم. على الاقل ان يعطوك واحد الحق ديال انك كنتي مظلوم، ظلموك الناس وشكوا فيك، وتمناها وما تسنى حتى شي حاجه، هز يديك الله وتسنى غير ربي ينزل عليك الرحمه ويخرج تشريح سليم. كيف ما قلتي راه غير فقسالك ثلاثه حيت غارت عليا، انا بعدا ما نغيرش على بحالك. حتى شي مرة اللي هي مرة ديال بصح ما تغيرش من هذا، كيطيحوا فيكم انتوما بحالكم، كيطيحوا فيكم هاللي بحالكم. حسبي الله ونعم الوكيل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.